محلب يؤكد التزام الحكومة بمكافحة الإرهاب وتلبية مطالب المواطنين في كافة الاتجاهات. المعارضة السورية تسيطر على بلدات في ريف إدلب، وعشرون قتيلا في قصف بالبراميل المتفجرة على حلب. كيري يقول إن جهود عملية السلام ليست بلا نهاية، وعباس يرفض تهديدات إسرائيل بفرض عقوبات رد على إبرام اتفاقيات دولية. الثامنة بتوقيت القاهرة، السادسة في جرينتش، موعد فترة إخبارية جديدة. أهلا بحضراتكم، نصاحبكم فيها في الشق السياسي دينا أبو الفتوح، وبالبداية مع خالد حسين. تفضل خالد. شكرا لك دينا. أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء حرص الحكومة والتزامها بتلبية احتياجات المواطنين على كافة الأصعدة. وقد أوضح محلب في حديث خاص لراديو مصر أن الحكومة خطت خطوة كبيرة على صعيد مكافحة الإرهاب من خلال إجازة تعديل قانون الإجراءات الجنائية ضد الإرهاب، تمهيدا لرفعه إلى رئيس الجمهورية لإقراره. وقد أعلن رئيس الوزراء عن تشكيل مجموعات عمل داخل الحكومة لبحث مشاكل المواطنين ووضع رؤية لحل المشاكل. أكد رئيس الوزراء أيضا التزام الحكومة بحد الأمان بالحد الأدنى للأجور فيما يتعلق بالقطاع العام والحكومي. ألقت قوات الأمن القبض على 61 شخصا من مثير الشغب وأعمال العنف خلال مسيرات أنصار تنظيم الإخوان الإرهابي. كانت قوات الأمن قد فرقت بالقنابل المسيلة للدموع مسيرة للإخوان في شارع الهرم بعد أن قاموا بقطع الطريق وتعطيل حركة المرور، كما فرقت مسيرة لعناصر الإخوان في شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر وحدائق حلوان، كما وقعت اشتباكات في منطقة إمبابة بين الأهالي ومسير الأخوان، فيما وقعت اشتباكات في منطقة الشرابية بين قوات الأمن وأنصار تنظيم الأخوان الإرهابي والذين استخدموا الخرطوش والأسلحة. وللمزيد من المتابعة حول هذه الأحداث ينضم إلينا عبر الهاتف من عين شمس مراسل النيل أحمد عبد الحميد. أحمد، بعد مساء الخير، ما هي الصورة لديك الآن؟ حالة من الهدوء الحذر تسود الآن منطقة عين شمس بعد أن سيطرت قوات الأمن على أعمال الشغب والفوضى التي قام بها عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، وتحديدا بالقرب من شارع أحمد عصمت، حيث نشبت اشتباكات بين الجماعة الإرهابية وقوات الأمن في محيط محطة المترو بعين شمس، حيث ألقوا الحجارة وأطلقوا الخرطوش على قوات الشرطة التي ردت بالقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، ومشطت قوات الشرطة المنطقة بالكامل بحثا عن عناصر الجماعة الإرهابية المشاركين في أعمال العنف والتظاهر بدون تصريح. وكما شهدت أيضا أحمد، هل أسفرت هذه جهود التمشيط عن القبض على أي من هذه العناصر؟ بالفعل تم القبض على عدد من العناصر الجماعة الإرهابية، ولم أعرف العدد بالتحديد، ولكن المحيطة بمحطة مترو عين شمس شهدت حالة من القهر والفر بينهم وبين قوات الأمن، كما تتواجد أيضا عدد من السيارات قد شاهدتها بجوار محطة المترو تحسبا لوقوع إصابات. قد ورصدت أيضا أن عمال هيئة النظافة قاموا بإزالة كافة الحجارة مخلفات المباني المتماثرة في شارعي عين شمس الرئيسي وأحمد، وحتى لا يتم استخدامها مرة أخرى من قبل أنصار الجماعة الإرهابية. ماذا عن الحركة المرورية أحمد؟ هذا الحركة المرورية بالفعل، ولكن الآن انسحبت قوات الأمن وتتمركز كما أشاهدها أسفل كوبري الونش بشارع أحمد عصمت بعين شمس، تحسبا لخروج مسيرة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية من مسجد القدسي وهو بعد صلاة العشاء، وتعمل على إحداث وأعمال فوضى كما حدث عصر اليوم. ولكن الآن الوضع هادئ ومستقر وحركة المرور تسير بشكل طبيعي، وأيضا في حركة قطارات مترو الاتجاهين. نعم. إليك تفضل. نعم، الزميل أحمد عبد الحميد مراسل النيل كنت معنا عبر الهاتف من عين شمس، شكرا جزيلا لك.
كما تظاهر أنصار التنظيم الإرهابي في الإسكندرية والشرقية. ويأتي هذا بينما فرقت قوات الشرطة بالفيوم مسيرات لجماعة الإخوان الإرهابية بعد أن قطعت الطريق وأشعلت النار في إطارات السيارات بمنطقة البارودية. وقد وقعت اشتباكات بالطوب والحجارة والمولوتوف بين المشاركين في المسيرة وبعض الأهالي الذين تصدوا للمسيرة لمنعها من دخول شارع المحمدية التجاري. ترسل جامعة القاهرة غدا السبت خطابات إلى كل من وزارتي الداخلية والتعليم العالي ومحافظة الجيزة لبدء تفعيل قرار مجلس العمداء والذي يقضي بتواجد الشرطة وتمركزها داخل الحرم الجامعي. كان مجلس عمداء جامعة القاهرة قد قرر خلال اجتماع له تبني منظومة أمنية متكاملة لحماية الجامعة تبدأ بدخول قوات الشرطة إلى حرم الجامعة فورا وتمركزها بداخله وفقا للخطط التي تراها لتأمين الجامعة. وأوضح بيان صادر على الاجتماع أن الجامعة ستقوم بدورها بتعزيز ودعم الأمن الإداري بكافة احتياجاته من مواردها الخاصة. تمكنت قوات حرس الحدود والهيئة الهندسية للقوات المسلحة من تدمير 30 نفقا على مدار الأيام القليلة الماضية، كما ألقت عناصر حرس الحدود بالمنطقة الغربية القبض على 141 متسللا بالقرب من مدينة السلوم. وفي جنوب البلاد ألقت القبض على 30 متسللا أثناء محاولتهم دخول الأراضي المصرية بطريقة غير شرعية. قتل 4 أشخاص وأصيب 22 آخرون في اشتباكات مسلحة وقعت بين عائلتين في منطقة السيل الريفي شرق مدينة أسوان. وكشفت التحريات المباحث عن أن الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة النارية اندلعت بسبب خلافات الجيرة بين عدد من الشباب في العائلتين. هذا وقد عززت قوات الأمن من تواجدها بالمنطقة حيث دفعت بتشكيلات من الأمن المركزي وفرضت حظرا للتجوال داخل المنطقة. أعلنت شعبة المصورين للصحفيين بنقابة الصحفيين إضرابا عن العمل احتجاجا على القصور في توفير الحماية لهم من قبل مؤسساتهم واستهدافهم. من ناحية أخرى قرر مجلس نقابة الصحفيين تأجيل الجمعية العمومية العادية وذلك للمرة الثالثة بعد اكتمال النصاب القانوني. أوضحت النقابة أنه سيتم عقد الجمعية في مارس من عام 2015. نبقى مع أخبار النقابات حيث انتهت عمليات التصويت في اليوم الأول من انتخابات النقابة العامة للمهندسين على مستوى الجمهورية لاختيار مجلس ونقيب جديدين بعد سحب الثقة من المجلس السابق. هذا ويتنافس على مقاعد النقابة 2568 مرشحا بينهم 25 مرشحا على منصب النقيب العام. آمال وتحديات كبيرة في انتظار المجلس الجديد الذي ستسفر عنه الانتخابات الجارية لاختيار النقيب العام للمهندسين ومجلس إدارته والذي يتنافس عليه 2568 مرشحا من بينهم 25 للنقيب. تأتي أهمية هذه الانتخابات في لحظات فارقة من تاريخ الوطن. كل مجموعة جت كانت تبغي أنها تحقق على قدر استطاعتها، ولكن خلينا نكون واضحين، اختيار ممثلين المهندسين وتفاعلهم مع شباب المهندسين هو ده اللي هينعكس بشكل مباشر مش بس على تطوير نقابة المهندسين ولكن أيضا على تفاعل البلد. كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما بسحب الثقة من المجلس الإخواني في يناير الماضي وإعلان فتح باب الترشح وتحديد الرابع والخامس من الشهر الجاري لإجراء الانتخابات واختيار النقيب العام للمهندسين ومجلس إدارته. سحب الثقة كان لابد منه. النقابة كانت بتدار لحساب فئة معينة، الإخوان. أنا عايز أقول أنه كان بيتم صرف معاشات لطلبة. النقابة مش مكان علشان أدير أنا حوار سياسي أو أدير لصالح طيار معين سواء ديني. إقبال ضعيف تشهده الانتخابات والذي يرجعه البعض لعدة أسباب. اللجنة المرة دي عملت المقار الانتخابية على مستوى المحافظات في المدينة الأم، فمش منطقي خالص إن الناس مثلا في العاشر من رمضان هيسافروا لحد الزقازيق عشان يضلوا بأصواتهم. كنت أتمنى بدل ما العملية الانتخابية تتم على يومين كانت طول عمرها بتتعمل على يوم واحد إن هم يزودوا عدد المقار الانتخابية وتتعمل الانتخابات على يوم واحد، لأن كان في الأول وفي الآخر القضاء هتبقى تكلفته تقريبا واحدة لأن هم هياخدوا الإشراف على يومين. يعني ممكن نهار الجمعة عشان كمان أول يوم وكده، فممكن لسه هيجي إن شاء الله. توقف دام لسنوات
لنقابة من أعرق النقابات في مصر لأسباب عدة، لكن الأمل عاد من جديد لاختيار مجلس يعبر عن المهندسين كافة. في أول انتخابات بعد الإطاحة بمجلس النقابة السابق والمحسوب على جماعة الإخوان، الذي يراه البعض أنه سخر إمكانيات النقابة لخدمة فصيل واحد، يختار المهندسون نقيبا ومجلسا جديدا يلبي ويحقق رغباتهم وأحلامهم في مستقبل النقابيين أفضل. مصطفى مزار، النيل. ومعنا للمزيد من المتابعة المهندس طارق النبراوي، منسق تيار الاستقلال بنقابة المهندسين والمرشح لمنصب نقيب المهندسين. في البداية برحب بحضرتك، كيف ترى سير عمليات التصويت في اليوم الأول من انتخابات النقابة العامة للمهندسين على مستوى الجمهورية لاختيار مجلس ونقيب جديدين؟ مساء الخير. مساء النور يا فندم. اولا انا بس ليا تصحيح صغير، ان اقصاء او انهاء دور المجلس الاخواني السابق تم بجمعيه عموميه حاشده كانت نتيجتها امام الراي العام الهندسي وغير الهندسي، وهو سحب الثقه من المجلس واخراجهم من النقابه وانهاء فتره سيطره جماعه الاخوان على نقابه المهندسين. دي النقطه الاولى حضرتك. النقطه الثانيه إن إحنا في نقابة المهندسين وللأسف عندنا أكثر من 20 سنة تعطل في العملية النقابية، وعندنا أكثر من 20 سنة لا توجد نقابة مهندسين، وبالتالي إن ما يتم النهاردة هي انتخابات نزيهة جديدة إن شاء الله ستكون معبرة عن المهندسين، وإن شاء الله يكون هذا التعبير لصالح مجلس جديد ونقابة جديدة ودور جديد لشباب المهندسين وحل للمشاكل اللي قائمة بين المهندسين والنقابة ومهنة الهندسة. طيب نقطة أخرى مهندس طارق، كيف ترى حجم المشاركة في عمليات التصويت اليوم؟ طبعا الزملاء في لجنة الحكماء كان عندهم طبعا وجهة نظر بناءة للغاية، وإن هو تسجيلا للمهندسين يتم إجرائها على يومين. احنا النهاردة انهينا اليوم الاول، في بعض المحافظات كان الحضور كويس جدا، في بعض المحافظات ومنها القاهرة لم يكن الحضور جيدا، وانا من هنا بأناشد زملائنا المهندسين ان لابد من المشاركة غدا بأكبر عدد حتى لا تسقط النقابة مرة اخرى فريسة لجماعات ظلامية. المهندس طارق النبراوي منسق تيار الاستقلال بنقابة المهندسين، شكرا جزيلا على هذه المتابعة من حضرتك. ضبطت مباحث مطار القاهرة 9 طائرات مجهزة بكاميرات وتعمل بالريموت كنترول، إضافة إلى جاهزي لاسلكي محظور دخولها البلاد، وذلك لاستخدامها في أعمال التجسس وأغراض إجرامية. كانت معلومات قد وردت لإدارة المباحث بمطار القاهرة تفيد باعتزام ركاب على رحلات قادمة من دبي وأبوظبي وروما وأثينا تهريب هذه الأجهزة المحظور دخولها إلى البلاد. نتحول بحضراتكم لملف سوريا، حيث أفاد ناشطون سوريون أن مسلحي المعارضة سيطروا على بلدة بابولين في محافظة إدلب بعد أن نجح مسلحوها في قتل 18 جندية من القوات النظامية فضلا عن أعطاب دبابتين. وأضاف الناشطون أن 20 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في ريف حلب جراء قصف الطيران الحكومي السوري بالبراميل المتفجرة لأحد الأحياء التي يسيطر عليها مسلح المعارضة. بعد مكاسب حققتها قوات المعارضة السورية في معارك عنيفة مع قوات النظام، تحاول الأخيرة استعادة بعض المناطق والنقاط الاستراتيجية سواء بتشديد الحصار أو القصف المتواصل على تلك المناطق. ففي الغوطة الشرقية والتي تحاصرها قوات النظام منذ أكثر من 5 أشهر، نفذت قوات النظام السورية عدة غارات جوية على بلدة المليحة أسفرت عن مقتل عدد من مقاتلي المعارضة. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن قوات النظام دفعت بتعزيزات مدعومة بالدبابات وطائرات الميج إلى جانب مقاتلين من